اوكي صار مقدم. بقي لك بالقدر، بقي لك بالقدر. لو سمحت انت روح عند خويك، لو سمحت انت خليك على اليسار، طالعوا كذا. ايش رايكم في المنظر؟ جميل جدا، جميل جدا. انا هل تتوقعون كم نقطة انتم؟ انا اتوقع اني يعني انا مقتنع الحمد لله اني سويت شيء يعني ناسبني انا يعني. حلو. ادري. طيب انا علمتكم، انا يمكن اخطيت طال عمركم وعلمتكم بالنقاط، انا المفروض ما علمتكم بالنقاط، يعني اول مرة اقدم صراحة. ايش؟ يعني المفروض حسبتوها. انا حسبتها. ما حسبنا. كم تتوقع؟ 1850. 1850. 1950. كم تتوقع؟ 1950. تسلفني 1900 وردها لك اخر البرنامج. والله محتاجين. والله انا محتاج بعد. طيب هذه الكلمه قبل ما تخطب عمرك او قبل تعين العايش. نبغى نقاط المقدمه. اذا ما نقاط مقاطعه. تفضل. اول شيء بيض الله وجهك يا فارس. وجهك ابيض. والله انا كلمه صدق. الله يطول عمرك. تقديم رائع جدا وخفه نفس طيبه. والله العظيم اني انصدمت بالتقديم هذا. لكن يا شاب. نعم يا كنترول. أنس شغل مايكو. والله شغل صوت. ترى بنخصم عليكم. لا شغل. أضان البطارية. أضان البطارية يمكن. طافي. طيب تعال خليه يتكلم. خلاص تعال. كنترول شكل الحجار حقه خلص. تعال. شوف. عندي رفيق، عندي خوي. خليك لازق بأبو مسفر. عطنا كلمة يلا. أقول بيض الله وجهك على التقديم يا أبو يا فارس. تقديم رائع جدا. والله العظيم إنك شيء مرة في العمر فارس. الله يطول عمرك. شيء مرة نايم. حط عندك حلد. خليك جنبه. ها الزق بي. ها يا كنترول نعطيهم النتائج. مزبوط. من شاطر فيكم بالرياضيات؟ أنا. أنت؟ طيب من شاطر فيكم بالرياضيات؟ أكيد. أنا هو. أكيد. نساعد بعضنا. طيب نبدأ الآن مع فريق عليان. طبعاً الطبق حقكم هو شو؟ مكرونة دجاج. بكم شريتوه؟ بلف نقطة. حصلتوا طال عمركم التوقيت على 400 نقطة. الدرجة الكاملة تستاهلون. ساطيب. الشكل حصلتوا على 400. حلو. الدرجة الكاملة. أما الطعم، الطعم على تقييمه 800 ولكن حصلتوا على 700 نقطة. احسبهن. يلا احسبهن. روح. ترى ما فاضي احسبهن. روح أنا حاسب. طيب النظافة حصلتم على 350 من أصل 400. المجموع 1850 تستاهلونه. تستاهل الطيب. اسمالكم كم؟ ألف. ألف يعني كم حصلتوا عليه؟ 850. الله. نعم الحمد لله. صح يا كنترول؟ صحيح. أما فريق أبو مسفر أنس الكوميدي حق البرنامج الفلة بيض الله وجهك. أنت سعادة صراحة. خلاص أرثم شوي دقيق. الطبق الأصعب بس أنا الحين مقدم اللي أنا نزلت ذا. الطبق الأصعب أخذه أنس وأبو مسفر صراحة قاعد حين مغامرين يعيش باللذات. كل مغامر. كفو. كم شريتوا؟ 1500 نقطة. 1500. طيب التوقيت حصلتم على 600 نقطة الدرجة الكاملة. حلو. أحسب. 600. الشكل حصلتوا على 900 كاملة. 1500. الطعم حصلتوا على 1200 الدرجة الكاملة وأنا أقولها والله إنه حلو. الطعم موزون والبهارات جميلة صراحة. أما النظافة حصلتم على 550 نقطة. رجلة. 2000 وكم؟ كم صارت؟ رجلة. 1950. 2950. 2950. طبعاً المجموع هو 3000 يعني حصلتم. 1450. كم؟ لا مجموع آخر. كم صار مجموعكم؟ 1950. 600 و600 كم هذه؟ 1200 و1200 هذه كم؟ 2004. اضف عليها 600. 2004 2900. نقص 50. 2850. 2400 و600 3000. يا رجل لا ترموني مقدم انا علم الصحيح. 600 و600 كم؟ 1200 و1200 2400 ضف عليها 600. ضف 2400 600 700. خلاص مكسبكم كم؟ 1450.
مكسبكم الف... المجموع كامل كم؟ لا تحسون مخي شباب. 2950 ود 1005 بكم اشتريته ب 1500 نقص 1500 كم بقى؟ 1450 انتم الفايزين يا شباب يلا الله يطول عمرك افرح 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 450 لا ولا بحولها على لا 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 استاذ وانا اخويكم اعطوني 50 شيء منه ضبط طيب طيب يا شباب خلاص وقفت صمت نختم يا كنترول ترى جماهير يا ملي ان شاء الله همتعناكم يا مشاهدين قناه الواقع يعني اليوم صراحه حبينا نقدم طال عمركم بدون رسميات ومتسابق مع اخواني المتسابقين بحيث نكسر الحواجز وان شاء الله راح نسعدكم في الايام الجايه في فقره مقادير وحياكم الله يا فارس يا فارس مبدع نطالب الكنترول انه يعطيك نقاط لو ياخذها من قاطع نعم ابو ربيع فارس استاذ كنترول ختم ختم انا بروح اكل جو فارس استاذ تعالوا يلا يلا يلا, يلا يا شباب تعالوا ربيع فارس استاذ النقاط تعال مين اللي سواه تعال مين اللي تعال ابو ربيع والله اغرف لي اغرف لي يا رجال انا صراحه ما حبيت الرسميه كذا انا صديقكم ترى يا شباب ها ايش رايكم واو والله فارس اقسم بالله يا ولد الرز حقك كايف كايف وش البهار اللي حطيته ما كثرت البهار ترى عشان كذا والله انه شيء يا ولد يا ولد وانا اشوفه حتى يكبر وصوفه ما تدري هذا المالك خلص واستوى وين المهارة؟